السيدات والسادة، حديثي قاصر على الجوانب القانونية التي أرى من الأهمية بمكان التوعية بها، لأننا لاحظنا في العامين الأخيرين أن الحديث عن السد من مختلف الجوانب الفنية أخذ حظاً وفيراً من الخبراء، من أساتذة الهندسة، أساتذة الزراعة، أساتذة المياه، كلها، إلا أن الجوانب القانونية لم تأخذ حظها الكافي. ومن أسف فإن الثقافة القانونية عندنا في مصر لم تتحول بعد إلى نوع من الثقافة القانونية العامة، وهي يجب أن تكون كذلك كما هو الحال في الدول المتقدمة. ما زال كثير منا ينظر إلى القانون على أنه هو مجال المتخصصين وحدهم، ولا يجب أن نقترب منه أو أن نتحدث فيه، وأن رجال القانون وحدهم هم أصحاب الحق في الحديث والبت في كل ما يتعلق بهذه الأمور. وإذا كان صحيحا أن القضايا المتعمقة لا يجب أن يتحدث فيها إلا الخبراء القانونيين، ولكن الثقافة القانونية العامة، أي المعلومات العامة التي يجب أن يلم بها كل مواطن، يجب أن نحرص على نشرها. وهذا يذكرني بمشروع كنا قد أعددنا له في المجلس الأعلى للجامعات، المجلس الأعلى للثقافة، منذ فترة ولم يخرج إلى حيز النور للأسف، المتعلق بالثقافة القانونية للجميع في شكل كتيبات صغيرة تتناول القضايا القانونية العامة: العقد، البيع، الإيجار، بعض ميثاق الأمم المتحدة، قضايا الجامعة العربية، بحيث يبقى فيه نوع من الوعي لدى الرأي العام الغير متخصص بالقضايا القانونية العامة. على أي حال، إذا كان حديثي كما قلت عن مدى حق مصر في التمسك بحصتها من مياه النيل وعدم المساس بها، بل وحقها في أن تطلب المزيد طبقا لما قررته مبادرة 1999 في ظل تزايد السكان، فأصبحنا الآن 90 مليون، في حين أن الحصة التي تقررت لنا في سنة 1959 في اتفاقنا مع السودان كانت في ظل تعداد سكان يصل إلى 26 مليون، فحصتنا هي من 59 حتى اليوم، رغم أن عدد السكان والاحتياج إلى المياه زاد بنسبة كبيرة نتيجة زيادة عدد السكان من 26 مليون إلى 90 مليون، زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 2 مليون فدان، زيادة احتياجات للمياه سواء في مجال الصناعة، في مجال الكهرباء بصفة خاصة، وغير ذلك من المجالات.